نعمل صينية بطاطس بالسجق. أنا عندي جبت حوالي كيلو من السجق على حوالي كيلو من البطاطس. زي ما قلت لك ممكن تقلي سجق وتكتري بطاطس العكس اللي أنت عايزاه. يعني الكمية دي زي ما أنت عايزة. عندي بصل، فلفل رومي، فلفل حامي، وتوم وسمنة وعصير طماطم. بنعمل إيه؟ بنجيب السجق ومية. أجيب الصينية اللي هشتغل فيها. اللي أنا هعمل فيها صينية البطاطس. حط بقى السجق زي ما هو كده، عايز قطعيه قطعيه، عايز سيبيه سليم سيبيه سليم، اللي يريحك. خلاص، واروح حاطه عليه ميه، قولي كده كوبايتين مثلا ولا حاجه، مثلا كوبايتين، ونزعهم في الصينيه كده. نقطع البطاطس بالشكل اللي انت عايزاه. على فكره بقى الصينيه دي مش محتاجه سمنه، مش محتاجه. هنا هيبصوا بقى السجق بينزل كل حاجه اهو، في كميه سمنه كتيره. تعالوا بقى ناخد كل ده ونحطه على السجق. وعليهم عصير الطماطم او صلصه وميه. يا صلصه بالميه كده، يا اما عصير الطماطم زي ما بتحبيها تعمليها. انا شخصيا بحبها عصير طماطم فريش، بس يعني ما دام ما فيش هنعملها بالصلصه عادي. الطماطم موجوده وسعرها حلو وكل حاجه، فالاحسن طبعا تبقى عصير طماطم، بس يعني مفيش مش مشكله. نغطي عليها، نسيبها على النار شويتين تستوي، وبعدين ندخلها الفرن